بداية جدير بذكر مبارك الذكرى التأسيسية الثانية للإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا لجميع عوائل الشهداء ولجرحى الحرب ولجميع قواتنا العسكرية إن كان قوات سوريا الديمقراطية وجميع الوحدات المنضوية تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي بجميع قواتها. نبارك لهم هذا اليوم الذي هو الذي لهم الفضل الأكثر بترسيخ الأمن والاستقرار وبإعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى جانب نبارك للإدارات الذاتية والمدنية أيضا التي كانت إعلان الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا هي نتاج وميراث الإدارات الذاتية والمدنية المتواجدة في المنطقة بشكل عام. طبعا أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 6/9/2018 اللي هي كانت نتاج الإدارات الذاتية والمدنية الموجودة بمناطق شمال وشرق سوريا، بداية من إدارة الجزيرة اللي تم إعلان عنها ب 21/1/2014، وهكذا حتى استمر إعلان آخر نقطة تم تحريرها بمناطق شمال وشرق سوريا، وتم إعلان عن الإدارات السبعة اللي كانت بداية مثل ما ذكرنا بجزيرة الفرات، عفرين، الطبقة، رقة، دير الزور، منبج. وإلى جانب بآخر أيضا تم الإعلان عن تحرير مناطقنا من الرجس والإرهاب الداعشي ب 23/3/2019، الانتهاء من الإرهاب حتى ولو كان عن من الناحية العسكرية فقط، لكن ما زلنا نعاني من الناحية الفكرية والذهنية المتواجدة التي رسختها وللأسف داعش في مناطق شمال وشرق سوريا، وما زال نضالنا مستمر أيضا لإنهاء الفكر الداعشي في مناطق شمال وشرق سوريا عامة. عن الإدارة الذاتية بعد الانهاء من الأنظمة الداخلية وبصياغة القوانين اللازمة لاستمرارية العمل بشكل مؤسساتي في شمال وشرق سوريا، طبعا الإدارة الذاتية أخذت على عاتقها كثير من الأمور كإعادة البنية التحتية لمناطق شمال وشرق سوريا عامة، كالتشجيع الزراعي، كالاقتصادي، إلى جانب القطاع الصحي الذي كان شبه مدمرا، القطاع التربوي. طبعا حددنا كإدارة ذاتية مع الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا حددنا الخطط الأولوية أو الاستراتيجية لجميع الإدارات المتواجدة، والتركيز على الأولويات بالدرجة الأولى كون المنطقة كانت مدمرة بسبب الهجمات الداعشية وبسبب الهجمات الأخرى اللي كان على صعيد هجمات الدولة التركية لمناطق شمال وشرق سوريا. بالنسبة للتحديات، تحديات الإدارة الذاتية كانت عدة بصراحة، وما زلنا نعاني من بعض التحديات التي واجهتنا على مدار السنتين أو أكثر. طبعا التحديات هي المنطقة كانت منطقة مدمرة وكانت تعاني من ويلات الحرب التي استمرت أكثر من 9 سنين، يعني إن كان من الإرهاب التنظيم الإرهابي الداعشي أو إن كان من الدولة التركية، وإلى جانب الكثير من الأيدي تحاول أن تتدخل وأن تزرع الفتن في مناطق شمال وشرق سوريا. لذا الإدارة الذاتية واجهت كثير من التحديات والصعوبات في هذه الفترة بشكل عام، لكن قدرنا أن نتجاوز بعض التحديات بصراحة بعزم وإرادة جميع الإدارات الموجودة، وإلى جانب التفاف الشعب حول الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. كان التحدي الأول كما ذكرت هو البنية التحتية المدمرة بصراحة بجميع القطاعات الموجودة في المنطقة، كان القطاع الصحي بدرجة الأولى، القطاع التربوي، القطاع الزراعي والاقتصادي اللي جميع أغلبية شعوب المنطقة يعتمدون عليها، أكثر من 90% من شعب مناطق شمال وشرق سوريا يعتمدون على الدخل الزراعي بصراحة. وهذه القطاعات جميعها كانت مدمرة أو شبه مدمرة، إلى جانب القطاع الأهم واللي هي ترسيخ الأمن والاستقرار بمناطق شمال وشرق سوريا. ذكرت نحن انتهينا من داعش عسكريا، ولكن ما زلنا نعاني من فكرة داعشي،
لذا ترسيخ الأمن والأمان في مناطق شمال وشرق سوريا هي كان التحدي الأول لنا. هناك تحديات كثيرة في مناطق شمال وشرق سوريا، من ضمنها التحديات اللي ذكرت أيضا هناك تحدي النازحين بمناطق شمال وشرق سوريا ومخيمات المتواجدة في مناطق شمال وشرق سوريا. يوجد أكثر من 15 مخيم على مدار شمال جغرافية شمال وشرق سوريا. طبعا هناك مخيمات الدول تعاني من إدارتها بصراحة، مثل مخيم الهول الذي يتواجد فيها عوائل تنظيم داعش، وأيضا يتواجدون فيها اللاجئين العراقيين، يعني حاليا بآلاف من النازحين متواجدين في مخيم الهول وهو من أعباء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. إلى جانب التحديات الهجمات التركية التي تعرضت لها مناطقنا في شمال وشرق سوريا، وللأسف تم احتلال مناطق شمال وشرق سوريا من قبل الدولة التركية مع مرتزقتها بما يسمون أنفسهم بالجيش الوطني، إن كان باحتلال عزاز، إن كان باحتلال عفرين، إن كان باحتلال جرابلس، إن كان باحتلال ومؤخرا وللأسف تل أبيض ورأس العين سريكانية. تم احتلال هذه المدن من مناطق شمال وشرق سوريا من قبل مرتزقة الدولة التركية ودولة تركيا. بهالاحتلال وبهالهجمة أيضا واجهت الإدارة الذاتية التحديات، وهي أزمة نزوح وكارثة إنسانية واجهتنا بهذه المناطق. نزوح أهالي تل أبيض ورأس العين سريكانية من أراضيهم ومن منازلهم إلى المخيمات. اضطرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتأسيس مخيمين اللي هن مخيم تل السمن ومخيم واشوكاني الطلاع. لذا هذه أيضا كانت من الأعباء والصعوبات التي تعانيها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمام صمت دولي، أمام صمت الرأي العام العالمي. والإدارة الذاتية اعتمدت على اكتفائها الذاتي وعدم التدخل، أو إن كان التدخل موجود أيضا كان تدخل خجول جدا من قبل المنظمات الدولية العاملة في مناطق شمال وشرق سوريا. هناك منظمات عاملة ضمن المخيمات، لكن هذه المنظمات لا تكفي ولا تفي بحاجة واحتياجات المخيمات بشكل عام. أيضا هناك النازحين من مدينة إدلب لمناطق شمال وشرق سوريا. طبعا قدمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع الإدارات الذاتية والمدنيين المتواجدة، ذكرت أنه كان صلب عملنا هو تخديم المنطقة بشكل عام كون البنية التحتية كانت مدمرة. عملت على يعني إعادة إعمار وإعادة تأسيس أو تأهيل البنية التحتية المتواجدة في المنطقة، إن كان من ناحية الخدمات، إن كان من ناحية الاقتصاد والزراعة، إن كان من ناحية الأمور القطاع الصحي بشكل عام، والأهم التربوي. أما بالنسبة للنازحين قدمت الإدارة الذاتية، ولكن قد لا تكفي بالحاجة من ناحية فتح المخيمات وإدارة المخيمات من ناحية الإدارية والمالية، ولكن نعرف بأن هذه الاحتياجات هذه الخدمات لا تفي بالحاجة للنازحين وللأسف، لكن هي تعتمد فقط على الإمكانات الإدارة الذاتية المتواضعة جدا بسبب الحصار الذي نعيشه في المنطقة على مدار السنين، وخاصة بعد إغلاق وعدم السماح بفتح معبر الكوتشر وبقرار وبموافقة الأمم المتحدة، وهذا أيضا شكل عبء أكثر على الإدارة الذاتية وعلى النازحين في مناطق شمال وشرق سوريا. بشكل عام مجمل ما قدمته الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من ناحية التأهيل وإعادة البنية التحتية، إعادة بعض القطاعات إلى ما كان عليها سابقا نوعا ما، لكن قد نكون هناك بعض النواقص، قد يكون هناك بعض الأمور ما زال الحاجة أكثر والتقديم أقل، لكن كل هذه الأمور هي فقط من اختصاص أو من إمكانيات الإدارة الذاتية المتواجدة. نرقى دائما ونسعى دائما لأن نقدم أكثر لشعب شمال وشرق سوريا. المشروع له خصوصية، خصوصية هذا المشروع كما نعلم تم تأسيس أول إدارة ذاتية بشمال وشرق سوريا بال2014،
كانت إدارة الجزيرة ثم الإدارة الذاتية في كوباني وإدارة ذاتية في عفرين، ولاحقا بعد تحرير باقي مناطق شمال شرق سوريا من تنظيم داعش الإرهابي تم تأسيس الإدارات المدنية في منبج والرقة والطبقة ودير الزور. في المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية تم إقرار إنشاء إدارة جامعة لهذه الإدارات الذاتية والمجالس المدنية التي تأسست تحت مسمى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 6/9/2018. طبعا هذه الإدارة كان لها دور مهم جدا، هي إدارة جامعة وتربط كل هذه الإدارات المدنية والذاتية من خلال نظام إداري موحد مرتبط بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. جوهر مشروع الإدارة الذاتية إذا أجرينا نوع من المقارنة مثلا بين أشكال الحكم الأخرى والإدارة الذاتية، هناك نقطتين أساسيتين، نقطتين مركزيات. النقطة الأولى هو مسألة تمثيل كافة مكونات شمال وشرق سوريا بمشروع إدارة ذاتية، يعني نقطة عدم الأقصاء، هذه المناطق أو هذا الوطن هو للجميع. فبالتالي جوهر الفكرة قائمة على مسألة التمثيل في سواء مكونات عرقية أو مكونات قومية، مكونات دينية طائفية، الكل ممثل بمشروع الإدارة الذاتية أيضا. وهذا الأمر ملاحظ جدا، يعني من خلال إذا تتبعنا نحن الهيكلية التنظيمية في الإدارات الذاتية عموما وحتى في المجالس المدنية سنرى أن هناك تنوع، هناك تنوع قومي، تنوع ثقافي، تنوع ديني، كل مكون لأي منطقة من المناطق ممثل في الإدارة الموجودة في تلك المنطقة. أيضا نقطة أخرى مسألة تمثيل المرأة، تمثيل المرأة، حضور المرأة حضور قوي بكافة هيئات الإدارة الذاتية سواء على المستوى العسكري منها والمدنية والأمنية. وكما هو معلوم هناك مناصفة ولدينا الرئاسات المشتركة، أيضا دليل على هذا الموضوع الرئاسات المشتركة في كل هيئة في كل إدارة لدينا رئيس ورئيسة، أي رئاسة مشتركة تمثل المرأة، وهذا دليل على حضور المرأة بقوة. النقطة الأخرى المهمة جدا من ناحية الإدارية متبع نظام الإدارة اللامركزية. طبعا النظام الإداري أو نظام الحكم في سوريا منذ تأسيسه كان مركزيا، لكن في الإدارة الذاتية النظام هنا نظام لا مركزي، يعني المصدر القرار يكون من الإدارات الذاتية والمجالس المدنية، حاضرين لديهم حضور قوي في اتخاذ القرار، لا شيء يملى عليهم من المركز، وهم ليسوا فقط أدوات تنفيذية بل هم شركاء حقيقيين في اتخاذ القرار. فبالتالي هذه النقاط نقاط جدا مهمة، جدا مهمة، وحقيقة ما نطمح له أيضا لسوريا المستقبل، أيضا سوريا المستقبل ما نطمح له أن تكون سوريا تعددية، بمعنى تعكس حقيقة التنوع الثقافي في والسياسي والقومي والطائفي في المجتمع السوري، وحضور هذه المكونات في إدارة وطننا سوريا. أيضا الشيء الآخر ما نطمح له أن تكون سوريا المستقبل سوريا لا مركزية، وأن يكون الكل له حضور حقيقي ويشارك في اتخاذ القرار ورسم مستقبل هذا البلد.